من أصعب ماتشات الموسم السادس، ماتش أكننا في النهائي فعلا. جمعتين أنا شايف إن هما يستحقوا الوصول لدور الثمانية. 1005 إجابة صحيحة، برافو عليك. الحمد لله قدرت اكسب فقره تحت الضغط، بس للاسف ما قدرتش اجاوب على سؤال ضربات الجزاء وخسرنا ضربات الجزاء للاسف. طبعا مباراه قويه بين جامعتين كبار، لسه برضو الماتش في الملعب، ان شاء الله نقدر نحسم الفوز في عجله الحظ. خلينا نشوف عجله الحظ وايه اللي هيحصل في ماتش النهارده.